المشاهدون الاكارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم الى نشره اخباريه من قناه عاد والى العناوين. استشهاد سبعه مواطنين واصابه 23 اخرين بهجوم مسلح على مسجد الزيار بيبعث بمحافظه حضرموت. رئيس مجلس القياده الرئاسي يعود الى عدن بعد جوله اقليميه ناجحه. النائب فرج البحسني يطلع على مستوى جاهزية قوى حماية الشركات وانضباط أفرادها ويطلع على سير العمل في القطاعات النفطية بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول لقاء بالمكلا لقيادة السلطة المحلية وفريق السفارة الهولندية ومنظمة الفاو يناقش تحضيرات تنفيذ مشروع تأهيل وادي حجر الزراعي محافظ حضرموت يشهد الحفل الكرنفالي والفني بالمكلا احتفاء باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية الشقيقة المشاهدون الأكارم طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة من قناة عاد استشهد سبعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في هجوم مسلح بقنبلة يدوية استهدفت مسجد الزيار بيبعث غرب حضرموت وقالت مصادر محلية أن مسلحا رمى قنبلة بداخل مسجد الزيار بينما كان عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة ووفقا للمصادر أن الجاني عقب إصابته في الحادثة حاول الهرب إلا أن قوات الأمن تمكنت من ملاحقته وإصابته في قدمه مما أسفر عن مقتله أثناء محاولة إسعافه وإلى ذلك أصدرت إدارة أمن ساحل حضرموت بيانا توضيحيا فيه ملابسات ودوافع الجريمة الشنعاء التي ارتكبها مسلح بحق عشرات المصلين بمسجد الزيار بمديرية يبعث غرب حضرموت وأوضح البيان أن المسلح رمى قنبلتين يدويتين على المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة بتاريخ الثاني من ديسمبر الجاري بمسجد الزيار بمنطقة حول بمديرية يبعث غرب ساحل حضرموت وراح ضحية هذا الاعتداء الإجرامي سبعة شهداء و22 جريح ما تزال حالة أربعة منهم حرجة للغاية وفي تفاصيل الجريمة قال البيان إن المجرم رمى قنبلة على المصلين قبل نهاية التشهد الأخير ورتم سلم الإمام وأنهى الصلاة باشر المجرم برمي قنبلة ثانية ثم أطلق الرصاص الحي من البوابه اليسرى للمسجد على المصلين الذين حاولوا الهروب الى البوابه اليمنى والتي كانت مغلقه من قبل القائمين على المسجد مما اسفر عن وقوع وسقوط المواطنين بين قتيل وجريح وتابع البيان ان المصلون اخرون صعدوا الى سطح المسجد بعدما استحال عليهم الفرار من البوابه اليمنى حيث ذكر بعض الناجين من التفجير الاجرامي ان الطلقات الناريه يتوقع عددها ثلاثين طلقه ناريه واكد البيان انه عندما فرغ مخزن سلاح المجرم حاول المجرم تغييره باخر الى ان احد المصلين باشر بطعن المجرم ثلاث طعنات في عنقه بسلاح ابيض الذي كان يحملها المجرم ليسقط حينها على الارض قتيلا واستكمل البيان أن قوات الأمن والشرطة باشرت على الفور بتحركاتها وبالتعاون مع أبناء المنطقة بتتبع حيثيات الحادث وإسعاف الجرحى إلى مستشفيات مديرية دوعا والمكلا وسيئون كما أصيب ضمن حصيلة الجرحى ثلاثة أطفال يتلقون الرعاية الصحية. وأوضح البيان أن دوافع المجرم جاءت على خلفية خلافات مسبقة فيما أكد أن الأجهزة الأمنية مستمرة بالتحقيقات لكشف المزيد من ملابسات هذا الحادث. استشهد مدنيا واصيب ثلاثه اخرين بجروح مختلفه. أمس الجمعه في استهداف الميليشيا الحوثيه الارهابيه الايرانيه بطيران مسير مسجد قريه الرون بمديريه حيس جنوب محافظه الحديده، واستهدفت المسيرات الحوثيه بوابه مسجد قريه الرون بقذيفتين اثناء صلاه الجمعه. والتي أسفرت عن استشهاد المواطن أيوب محمد معافى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لبلاده واعرب الرئيس العليمي باسمه ونواب مجلس الرئاسي والحكومه والشعب اليمني عن قال تهانيه وتمنياته للرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد بموفور الصحه والسعاده وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة وأشاد الرئيس بنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة وبمواقفها المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية بمختلف الظروف والمحافل الإقليمية والدولية عاد إلى أرض الوطن رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي السبت إلى العاصمة عدن قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد جولة خارجية ناجحة شملت أيضا الجزائر ومصر والأردن وجرى الرئيس العليمي خلال هذه الزيارات التي انضم إليها لاحقا نواب المجلس اللواعي دروس الزبيدي والعميد طارق صالح والدكتور عبدالله الله العليمي مباحثات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ممثلين عن منظمات دولية وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين وبحثت الزيارات واللقاءات على هامش القمتين العربيه والمناق مستجدات الوضع اليمني والدعم المطلوب لاصلاحات الاقتصاديه والخدميه التي يقودها مجلس الرئاسي والحكومه وكذا الاجراءات المعلنه لردع انتهاكات الميليشيا الحوثيه الارهابيه الايرانيه واحتواء تداعياتها أدان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني واستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي ارتكبت بحق المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الزيار بمنطقة وادي حول بمديرية يبعث بحضرموت، وعبر النائب البحسني عن أسفه الشديد بأن تُخلف هذه الجريمة الشنعة عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، لافتًا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك مع عادات المجتمع الحضرمي المسالم، الرافض للأفكار الإرهابية. وبعث النائب البحسن أصدق التعازي والمواساة إلى أهل الشهداء وإلى المواطنين في يبعث سائل الله العلي القدر أن يتقبلهم شهداء موجها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالاهتمام بالجرحى وتقديم لهم الرعاية الصحية اللازمة وكذلك زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سلمين البحسني السبت قوة حماية الشركات التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية وذلك للاطلاع على مستوى جهزيتها وانضباط أفرادها وكان في استقبال النائب البحسني قائد قوة حماية الشركات العميد أحمد عمر المعري وقيادة ضباط القوة واطلع النائب البحسني على خارطة قوة حماية الشركات مشيدا على اهتمام قياده القوى بمنتسبيها من خلال التدريبات المكثفه والنوعيه ودعا النائب البحسني الى عدم الانجرار خلف الاصوات النشاز والعمل على محاربتها بشكل جماعي بما يحقق لحضرموت مزيدا من النجاحات في الجوانب العسكريه والامنيه كما حذر من اي عمليات تجنيد خارج نطاق الجيش والامن والحفاظ على ان تكون حضر موت بعيده عن الفتن وايضا زار النائب البحسني السبت مقر شركه المسيله لاستكشاف وانتاج البترول والتقى قياده الشركه للاطلاع على سير العمل فيها، واستمع النائب البحسني من قياده الشركه الى مستوى الانتاج واسباب انخفاضها مؤخرا، نظرا للتصعيد الحوثي الخطير على المنشات الاقتصاديه عبر الطائرات المسيره كما اطلع على برنامج المسح الجيولوجي لحقول النفط. وسير العمل فيه ومستوى الانضباط القوى البشرية العاملة في القطاعات وتناول للقاء إمكانية توسيع الاستثمارات النفطية حول حقول النفط المسيلة وإنشاء مصفاة للبترول تغطي احتياجات السوق المحلي من مادة البترول إلى جانب إمكانية إنشاء محطة توليدية كهربائية تعمل بالغاز لتحسين خدمة التيار الكهربائي بمحافظة حضرموت التقى نائب مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وكذا قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشايخ والأعيان بمحافظة تعز. وشدد البركاني في كلمة على نبذ الخلافات بين بعض القوى السياسية، داعياً إلى توحيد الجهود وتقديم التنازلات لمواجهة العصابة الحوثية الإرهابية. وعلى صعيد متصل زار الشيخ سلطان البركاني مدينه المخا برفقه من اعضاء المجلس والشخصيات السياسيه لتفقد احوال المواطنين والمقاتلين والمرابطين في جبهات القتال ضد الميليشيا الحوثيه الارهابيه وكذلك الاطلاع على الجوانب التنمويه والخدميه التي تشهدها المدينه. بحث سفير السعودية لدى بلادنا محمد بن سعيد الجابر خلال استقباله المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموتي ليندر بالعاصمة السعودية الرياض الجمعة سبل دعم المجلس الرئاسي، وناقش الجانبان آليات دفع جهود السلام لرفع المعاناه الإنسانيه عن الأبرياء، إضافه إلى دعم جهود المبعوثه الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنه بهدف التوصل إلى سلام مستدام. كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات تعنت الميليشيا الحوثيه المدعومه من إيران إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتوصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراف للوصول إلى سلام والبدء في عمليه الاعمار. التقى وزير الخارجيه وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك برئيس لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع بمجلس الشيوخ الايطالي السيده ستيفانا كريسكي على هامش مشاركتها في منتدى حوار المتوسط. وخلال اللقاء تطرق وزير الخارجية للطبيعة العدوانية للميليشيا الحوثية الإرهابية داعيا لدعم قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية ومن جانب أكدت كاريكسي تنفهمها لصعوبة الأوضاع في اليمن وأهمية إنتاج مقاربة شاملة لحل الأزمة اليمنية كذلك التقى الوزير بن مبارك في العاصمه روما برئيس مؤسسه ميد اور الايطاليه ماركو مينيتي لبحث مجالات التعاون مع المؤسسه وخلال اللقاء تم مناقشه اتفاق خطاب النوايا بين اليمن والمؤسسه والذي يهدف الى تمويل منح الطلاب للدراسات الجامعيه وتعزيز مشاريع البحث العلمي بين المؤسسه ومراكز الفكر والابحاث في اليمن من جانبه اكد السيد مين تي استعداد المنظمه للتسريع بتنفيذ خطاب النوايا وتقديم مختلف اشكال الدعم وفقا لذلك وفي لقاء اخر بحث الوزير بن مبارك مع وزيره خارجيه سلوفينيا تانجا فاجون سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين والتطورات باليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك واشار بن مبارك الى اهميه تنفيذ مذكره التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السلوفيني ممثلا بمؤسسه تعزيز الامن الانساني بشان التعاون بمجال نزع الالغام في بلادنا وكذا علاج الاطفال واعاده التاهيل ضحاياه كما تطرق إلى تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تمثل تهديداً للأمن والسلام بالمنطقة، ومن جانبها أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا دعم بلادها لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة، ووقوفها إلى جانب اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. وافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة بمجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، وتهدف المنحة للتصدي لمشكلة انعدام الأمن الغذائي وتدعيم قدرة اليمن على الصمود وحماية سبل كسب العيش. واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باديب ان المنحه الاضافيه ستساعد على زياده انتاج الحبوب على المستوى المحلي وكذلك المساهمه في توسيع برنامج الصحه الحيوانيه مما سيساعد على تعزيز الامن الغذائي والقدره على الصمود باليمن انتقد معمر الأرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بإصدار تعميم لملاك المطاعم بصنعاء يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية، وأكد الأرياني أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ وأن محاولات الميليشيا الحوثية بالطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع والتلصص والتدخل في خصوصياته وتنصيب نفسها حارسا للفضيله ووصيا على اليمنيين وتدخل سافر يكشف همجيتها وتخلفها عن روح مفاهيم العصر، داعيا المجتمع الدولي والامم المتحده والمبعوثين الاممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان لادانه هذه الممارسات والعمل على تصنيف الميليشيا الحوثيه جماعه ارهابيه، وتجفيف منابع تمويلها ودعم جهود الدوله لبسط سيطرتها على كامل الاراضي اليمنيه. أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن بدء سريان قرار بتخفيض سعر تذاكر السفر بنسبة 20% في محطة عدن كمرحلة أولى، وإن القرار يشمل بقية المحطات كمرحلة ثانية، بما يتلائم مع قرار خفض سعر الوقود لطيران اليمنية، وقال نائب مدير عام الشركة للشؤون التجارية محسن حيدرة إن الشركة اليمنية أقرت زيادة نسبة التخفيض لمرضى السرطان واعتماد مبلغ ثابتا هو 400 دولار امريكي فقط كقيمه للتذكره الواحده شامله الرسوم والضرائب الحاليه وبالمكلا عقد السبت لقاء ضم قياده السلطه المحليه بمحافظه حضرموت وفريق منظمة الأغذية العالمية الفاو وفريق السفارة الهولندية وذلك لمناقشة التحذيرات لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للمياه وتعزيز الحكم الرشيد والقدرة على الصمود والزراعة المتجددة، الممول من الحكومة الهولندية لتأهيل وادي حجر، واستعرض فريق الفاو وفريق السفارة الهولندية مكونات المشروع الذي يستهدف إعادة تأهيل الأراضي الزراعية بوادي حجر، لتعزيز زراعة مادة القمح الأساسية للمواطنين في سياق خطة منظمة الفاو لتعزيز الأمن الغذائي. وتمنى المحافظ بن ماضي تدخلات منظمه الفاو بحضرموت ومحافظات الوطن مشيدا باهميه ومكونات المشروع ومؤكدا دعم السلطه المحليه لتقديم التسهيلات اللازمه لانجاح هذه المشاريع. بدات السبت بالمكلى اعمال المؤتمر الدولي العلمي وتحت عنوان التكنولوجيا الذكيه وانظمه وخدمات انترنت كل شيء. الذي تنظمه جامعة الأحقاف بحضرموت خلال الثالث والرابع من شهر ديسمبر الجاري، ويعقد المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد الوصابي ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن مبارك بن ماضي، وبالتنسيق مع جامعة فورد هام الأمريكية وشركة رايتكس البريطانية ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرح اليمن. ويشارك في المؤتمر باحثين من 18 بلدا يقدمون 38 بحثا علميا حكمه محكمون محليون وخارجيون وفق المعايير البحثيه العلميه التي تم قبولها من جمله 84 بحثا قدمت للمؤتمر ويهدف المؤتمر الى تحقيق رؤيه جامعه الاحقاف في الرياده والتميز في البحث العلمي والتعليم وصولا الى الاعتماد الاكاديمي وتقديم حلول مواكبه للتقدم البشري تفاعلا بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية الشقيقة شهد محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي مساء السبت بالمكلة الفعالية الاحتفائية والحفل الكرنفالي والفني بخور المكلة الذي نظمته الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات بحضرموت مشاركة من أبناء حضرموت للاحتفال بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الحادي والخمسين وفي الفعالية نقل محافظ حضر موت التهاني والتبريكات لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وجميع سمو حكام الإمارات وأبنائها كافة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين مشيرا إلى أن هذا اليوم ينظر اليه العرب بمزيدا من الفخر والاعتزاز وقال المحافظ بن ماضي ان دوله الامارات العربيه المتحده اثبتت علو شانها بمناصرتها لقضايا جيرانها والعرب عموما مضيفا انها لعبت دورا محوريا الى جانب السعوديه في قياده التحالف العربي لودع المدى الفارسي الداعم للميليشيا الحوثيه المدعوم من ايران وهزيمة فلول تنظيم القاعدة الإرهابي بساحل حضرموت وتمن بالماضي تدخلات الأشقاء بدولة الإمارات لأبناء حضرموت في كافة الجوانب معبرا عن الشكر والعرفان لهذه المواقف ورفع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فائز التميمي تهاني قيادة المنطقة الثانية لقادة وحكام وحكومة وأبناء دولة الإمارات الشقيقة باليوم الوطني الحادي والخمسين معربا عن الشكر لمواقف الإمارات الفاعلة في قيادة التحالف العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية ومواقفها المشهودة ضد المد الفارسي وتنظيم القاعدة الإرهابي ودعمها المتواصل للأجهزة العسكرية والأمنية فيما أكد رئيس تنفيذي للمجلس الانتقالي بحضر موت العميد سعيد المحمدي إن مواقف دولة الإمارات ستظل دائما محل تقدير لأبناء حضر موت والجنوب نظمت الكتيبه الخاصه التابعه للمنطقه العسكريه الثانيه بالمكلا محاضره توجيهيه بعنوان الجاهزيه القتاليه لمنتسبي الكتيبه قدمها قائد الكتيبه المقدم مؤيد بن شملان التميمي وتناولت المحاضره عددا من المحاور الهامه بالتحضير للمعركه والاعداد البدني وضروره الانضباط والامتثال للتوجيهات والاوامر العسكريه وتنفيذها بالشكل المطلوب دانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت السلوك الهمجي لقوات المنطقة العسكرية الأولى، بقيامها بمنع المواطنين في وادي حضرموت من الاحتفال بيوم الاستقلال وذكرى الشهيد الإماراتي، ودعت الهيئة التنفيذية أبناء المحافظة جميعاً إلى مناصرة إخوانهم في الوادي، والاستعداد لانتفاضة شعبية عارمة تحرر الوادي وتعيد الحق إلى أصحابه وجددت الهيئة مطالبتها للأشقاء بالتحالف العربي بتطبيق نصوص اتفاق ومشاورات الرياض على تلك المنطقة المتمردة التي وصل تمردها إلى منع فاعلية يرعاها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت وتمنت الهيئة بسالة وشجاعة شباب الوادي ورجاله ونسائه كافة وتحديهم لغطرسة وعن جهية ضباط وأفراد تلك القوات داعية السلطة المحلية بالمحافظة والمجلس الرئاسي والأشقاء بالتحالف العربي للانتصار لمطالب المواطنين بحضر موت بإخراج تلك القوة وإعلانها قوة متمردة المشاهدون في كل مكان نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة عاد وعود إلى العناوين استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 23 آخرين بهجوم مسلح على مسجد الزيار بيبعث في محافظة حضرموت رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى عدن بعد جولة إقليمية ناجحة النائب فرج البحسني يطلع على مستوى جاهزية قوى حماية الشركات وانضباط أفرادها ويطلع على سير العمل في القطاعات النفطية بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول. لقاء بالمكلا لقيادة السلطة المحلية وفريق السفارة الهولندية ومنظمة الفاو يناقش تحضيرات تنفيذ مشروع تأهيل وادي حجر الزراعي. محافظ حضر موت يشهد الحفل الكرنفالي والفني بالمكلا احتفاء باليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية الشقيقة المشاهدون الأكارم من قناة عاد قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار مع تمنياتنا لكم بأطيب الأوقات بصحبتنا في قناة عاد وكل ما قدمناه لكم وإلى اللقاء